بينما تعطلت الحياة بسبب كورونا، تتواجد الإغاثة الإسلامية دائماً في قلب الحدث لتغيث المحتاج كي لا يتألم، لنحميه من المرض، لنكف عنه الأذى. بتبرعك للإغاثة الإسلامية عبر العالم نصل إلى الأشد ضعفاً وحاجة مثل مريم، معاً نرسم البسمة على وجهها. تبرع الآن للإغاثة الإسلامية عبر العالم، تبرعاتكم في أيد أمينة. مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا قضايا كندية. اليوم حنتكلم عن بالحلقة الرابعة عن موضوع السكان الأصليين، اللي بنحاول أن نسلط الضوء على بعض الأمور المهمة التي يجب على أي واحد يعيش في نورث أمريكا على الأقل، هذا بنحكي، وليس حتى هذا الشيء تاريخه ولازم نتعلمه ونعرفه ونتعلم منه. مفروض نعرف هذه الأمور إن شاء الله. في الحلقات الماضية كان عندنا ما شاء الله تعليقات كثيرة ومشاهدات كثيرة، الحمد لله قدرنا نوصل للمشاهد بهذه السلسلة. مرة تانية بحكيها الحلقة الرابعة وليست الأخيرة، لأنه الموضوع الانديجينس احنا توقعنا انه نخلصه بحلقتين او ثلاث، لكن الموضوع طلع مزدحم وللأسف في مآسي بدنا نحكي عنها. في البداية بدي ارحب بالدكتور هشام والأستاذ حسن. اشتقنا لك أستاذ حسن. والله اشتقنا لك اكثر يعني. اهلا وسهلا دكتور هشام، انت عندك بعض الاخبار، خلينا نبدأ فيها. أنا شوية أخبار سريعة، أربع أخبار سريعة. أول إشي، أول خبر، الصين بقول لك تؤكد تفشي مرض جديد في إقليمي سيشوان وخوبي، أعتقد هيك بيقولون. المرض هو حمى الخنازير، طبعا يمكن أغلبية السامعين ما بتعاملوش في هاي، لكن كندا من أكبر المستوردين لهذا النوع من اللحوم، وفي مخاوف أعلنتها منظمات صحية من منظمة الصحة العالمية من انتقاله للبشر. فكتير من الدول وقفت التعامل وبنصحوا الناس انهم ما يتعاملوا معه حتى ما يساعدوا على تفشي الفيروس من الحيوان للبشر، ويصير فينا نفس الفيلم تبع كورونا. كندا بتعتمد لقاح جونسون اند جونسون، وفعلا بلشت في اجراءات طلب شراء دفعات منه. طبعا احنا عارفين انه جونسون اند جونسون هو اول لقاح في العالم يعتمد جرعه واحده، وما ظروف تخزينه ما بتحتاج درجات حراره منخفضه جدا، بنحط في ثلاجه عاديه بيقدر يعيش لثلاث اسابيع. فهي كانت حركه مشجعه جدا انه الناس تشتري منه وتطعم منه. خبر مرتبط فيه، رئيس الوزراء جاستن ترودو اعلن انه حيتم تطعيم اغلب الكنديين في أقرب وقت مع وصول مزيد من اللقاحات كورونا. طبعاً شركات زي فايزر وموديرنا نعرف أخرت اللقاحات علينا لأسباب مختلفة، حكينا عنهم في حلقات تانية، لكن هلأ رجعت تقريباً للوضع الطبيعي، ورح يوصلنا على ما عرفت إنه رح يوصلنا قريباً 2 مليون جرعة، من ضمن 28 مليون جرعة من اللقاح مفروض توصل لآخر الاتفاقية اللي حتغطي تطعيم أغلبية الكنديين. آخر خبر وأثقل خبر يمكن هو ممرضة كندية اسمها جيس فارونة أو جيس فارون ما بعرف. المهم هاي الممرضة كانت جاية من إجت على مطار بيرسون من تنزانيا، كانت حسب ما بقوله متطوعة لحملة بعرف هونيك. المهم إنها وصلت تخطت كافة الحدود المنطقية والبشرية وغيره، وتخرجت من المطار للبيت على طيب، من دون أول شيء إجت مش لابسة ماسك، رفضت تلتزم بالفحص اللي بيعملوه على المطار، رفضت إنها تروح على أوتيل للحجر اللي هو هالإجراءات اللي الكل بيتبعها سواء يعني كان عاجبه أو مش عاجبه، لكن الجميع كان بيتبعها. رفضت كل شيء على الهاي، وظلت رايحة روحت على البيت. طبعاً اتخانقت مع الشرطة واتخانقت مع السيكوريتي، روحت على بيتها وما تم معاقبتها أو أي شيء. والمشكلة إنها صورت كل هاي الأشياء، صورت دخلتها وخناقتها وهاي، وحطتها publicly على إنستغرام، وما صار لهاش أي شيء.
فهاي الأخبار اللي عنا. أنا حابب أفتح المجال الجماعة، ما بعرف إذا أستاذ حسن عندك تعليق خصوصا على التعليق على الخبر الأخراني. يعني يعني هو فعلا أن إن كنت سأعلق سأعلق على الخبر الأخير كما يقولون عندنا، كما حاميها حراميها، يعني إذا كان رب البيت بالطبل ضاربا يعني إذا تقول أنها ممرضة، سبحان الله، إذا كانت ممرضة وتتصرف بهذا الشكل فما بالك بالآخرين. وهذا الوباء شينا أبينا، وباء عالمي ووباء يهدد الجميع، وعلى الجميع أن يتعاملوا بإيجابية وبالتزام مع التعليمات الصحية للحفاظ على صحتهم وصحة الآخرين. حسب ما ذكرت دكتور هشام، أولا نرحب بالدكتور نور. حسب كما ذكرت الدكتور هشام لم يحصل أي شيء، آمل أن يحصل أي شيء، وآمل أن تتحرك السلطات لأولا لتلقن هذه السيدة درسا ولترسل رسالة للآخرين. للأسف أمور كهذه بعض أحيان تشجع الآخرين، خصوصا أنها حطتها على إنستغرام. ويعني أنا مش عارف دكتور نور، يمكن سمعت أنت الأخبار هاي، أنا حاب برضو أسمع تعليقك بالذات على الخبر، لأنه أنا صراحة في شغلة برضو ضايقتني، طلعت عليها على الخبر وشفت الأخت اللي داخلة وهاي، وكنت ما قدرتش أوقف نفسي عن التفكير، شو لو كانت هاي الست من ذوات البشرة السوداء، أو مرأة محجبة مثلا، أو بلاش محجبة، شكلها عربية أو آسيوية أو جنوب آسيوية، يعني هل كانت رح يا ترى تشوف نفس لأنها دخلت بكل، بديش أقول كلمة كبيرة، بكل جرأة غير مسبوقة، وتخانقت مع الشرطة، تخانقت مع السيكيورتي، ومصورة كله وحاططه على إنستغرام، يعني تشوفوني يا عالم. فمش عارف لو واحدة تانية من اللي ذكرناهم هل كانت حتعامل نفس المعاملة؟ يعني أسعد الله مساءكم جميعاً، جميع المشاهدين والمستمعين. كنا لاحظنا في أوائل السنة هذه أنه كان في أحد الناس اللي ساء من مانيتوبا وكان بيحاول يعمل محاولة اغتيال لرئيس وزراء الكندي جوستان ترودو، وقرعته الشرطة الكندية لمدة ساعة، ولو كان من ذوي البشرة السوداء أو الملونة أو من أي شيء آخر كان يعني لقى حتفه بثواني مباشرة. هذا بعيدنا لشيء حكينا فيه والجميع يتكلم فيه، وموضوع السيستماتيك ريسيزم أو يعني العنصرية الممنهجة الموجودة في دوائر كثيرة من الدولة، نراها في البوليس، رأيناها في مجلس النواب، ونراها في الكثير من الأماكن، ستأخذ مزيد من الوقت. المهم أنه يلقى الضوء على هذه الأشياء شيئا فشيئا، حتى يعني المسؤولين في الإدارات المركزية وجميع المؤسسات يأخذوا بعين الاعتبار موضوع جورج فلويد. يجب أن لا يؤخذ بسذاجة، يعني كانت القشة التي قسمت ظهر البعير بعد مئات السنين من استعباد السور ومن ثم ظلمهم في أماكن كثيرة، اليوم نرى الكثير من المؤسسات يحاولون أن يعني يأخذوا بعين الاعتبار أبناء البشرة السوداء على أنهم أناس مفروضون. يعني هذا شيء مميز، هذه خطوة إلى الأمام، لكن الكثير من الناس وهم يعني من specialized nations أو كندا وأمريكا وبريطانيا والكثير من الدول الأوروبية لا يأخذون تلك الحقوق. نحن أنا أعطيك مثال بسيط عن مجال عملي، يعني في جامعة أوتاوا السنة عينوا أستاذ كان من كليتي، تعين نائب رئيس للجامعة ومسؤول الفرنكوفوني وموضوع الدايفرسيتي وذوي البشرة السوداء. كلية إدارة الأعمال يعني عينوا عميد للكلية كان أستاذ، يعني رجل كفو ومميز من ذوي البشرة السوداء في هذه السنة. كل هذه الأمور تؤخذ بعين الاعتبار بعد جورج فلويد. والآن نحن رأينا في نعاني من هذه المسألة في كندا، وعلينا أن نرفع الصوت عالياً
في جميع المجالات. السيدة التي دخلت عبر المطار وصورت وذهبت على إنستغرام وما إلى ذلك، يعني يجب أن تعاقب، وفي حال لم تعاقب سيتمثل الكثيرون بها، وبالأخص الرافضون لموضوع الفاكسين وما إلى ذلك، وهم كثر. يعني عجبني كلام لأحد الأطباء منذ مدة أنه ما في vaccination for stupidity، والكثير من الرافضين للفاكسين يتصرفون على هذه الطريقة حتى لو كانوا ممرضين. نعم. على فكرة بس على السريع بذكر الدكتور للفاكسين، احنا سمعت برضو انه اونتاريو على الاقل او يعني اغلب المناطق راح تعمل، راح تحط محطات سيلفي ستيشنز جنب كل مراكز التطعيم حتى تشجع الناس ياخذوا سيلفي وهنا بعد ما ياخذوا الفاكسين من شان الناس الثانيه، لانه في كتير حسب ما سمعنا، هذا يمكن كان المفروض يمكن يكون خبر، بس سمعنا انه كتير من الناس خصوصا من الجينيريشن اكس بسموهم اللي هو جيلنا تقريبا، والجيل الاكبر اللي هو بيبي بومرز، بيقول لك في ناس ما بدهم يتطعموا، سواء خوف، في كتير منهم الكبار خايفين من مضاعفات جانبيه او سمثينج، وفي ناس طبعا لاهداف سياسيه واهداف فكريه وايديولوجيه، فالحكومه عم بتحاول تشجع الناس من حق منهم عن طريق نشر السيلفيز. يعني يعني من حق اي انسان ان لا ياخذ الفاكسين، وهذا يعني هذا لازم يكون حق مشروع. لكن انه ما يقوم ضد العلم وعلى موضوع الفاكسين وما الى ذلك. مش من حقه يطلع اشاعات برضه او صحيح. ينشر هذا حر، انت اختيارك الشخصي. انا بعرف ناس ما بيحبوا ياخذوا، خايفين عندهم مشاكل صحيه وشغلات وخايفين، انت حر، بس ما بيروحوا بيحكي وبيقول وبيقول الناس ما تروحوش وتعملوش، وبسبب مش عارف ايش بسبب واستنتاجات ملهاش اصل من الواقع. يعني هذا اللي احنا بنعترض عليه، وليس حق البني ادم في انه ياخذ الفاكسين او لا، بس ملوش حق انه. وحنا حكينا في حلقه مع الدكتور جمال عن موضوع تتذكر عن موضوع صار الفاكسين، صاروا علماء الفاكسين وبالجيتس دخل في الموضوع. برجع بحكي لهم، يعني هم طبعا عندهم النقطة اللي بيرتكزوا عليها انهم ما بيعرفوش شو موجود داخل هذا الفاكسين من مواد. انا سؤالي لهم انتم بتعرفوا حبة الاسبرين اللي بتاخذوها شو فيها، ولا حبة الباراسيتامول؟ يعني خلينا نكون واقعيين. لكن طبعا احنا ما نعرف شو اللي في الفاكسين، حاطين لنا مايكرو تشيبس عشان يعملوا لنا شو تراكينج بالجيت. طبعا بدي أقرأ هذا التعليق اللي من الدكتور مخلص الله يرحم عبدي، وهو أيضا أحد الأخوة الصوماليين الذين توفي على يد الشرطة في مدينة أوتوا في العاصمة الكندية بسبب اعتقال كان، يعني عبد الرحمن عبدي كان شخص عنده mental health issues، كان تعامل البوليس معه ب يعني طريقة مؤذية جدا أدت إلى وفاته. يعني المزعج أكثر فأكثر أنه بعد 4 سنوات الضابط أو الشرطي اللي تسبب بموته طلع براءة. وهذا حتى بيورجيك أنه السيستماتيك ريسيزم موجود حتى في القضاء في كندا. جماعة الخير، أولا تعليق صغير يا دكتور نور على الذي قاله أحد الأطباء أنه ما فيش، ليس هنالك تطعيم للحماقة. كما قال الشاعر العربي، لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها. بأن هذا هو وقعنا، هذا بيت شعر إلا الحماقة أعيت من يداويها. وهذا للأسف، عندي أختي في لبنان تقول لو كانت الهبل بيوجع لكان كل الناس ماشي وعم تصرخ. للأسف. طيب. الذي تتحدثون عن هذه الطاهية الصومالية في أوتاوا، للأسف طبعا هنالك عنصرية ممنهجة في سواء في القضاء أو في الشرطة أو في أي شيء، ولكن للأسف نحن كعرب وكمسلمين مقصرون جدا في هذه الناحية. نعم. يعني فلويد في الولايات المتحدة
أخذ مقتله هذه الضجة وكان لردة الفعل التي لا نزال نرى آثارها حتى الآن وآمل أن تبقى آثارها لأمد بعيد، لو كان أحد أبناء جاليتنا أخشى أن أكون محقا بالقول أنه لم تكن لتأخذ هذا المدى من الصلاة. نعم. يعني من هون من هذا الباب بأن هذا البرنامج موجه للجالية العربية، أحث الجميع على الدفاع عن حقوقهم. نعم. علينا أن ندافع، طبعا ندافع عن حقوق الآخرين أيضا، هذا مهم، ولكن علينا أن ندافع على عن حقوقنا أيضا. يعني ما تحق وراءه مطالب. نحن نتلقى الصفعة فندير الخد الآخر، لا، علينا أن نبرز الإجحاف والعنصرية والتمييز الذي نعاني منه ونعاني من الكثير. في كثيرا من الأحيان عندما كنا نتحدث مع الشرطة أو المؤسسات الحكومية عن الإسلاموفوبيا والتمييز، يقولون الأرقام لا تشير إلى ارتفاع أعداد الإسلاموفوبيا. لماذا؟ لأن جماعتنا لا يحتجون، لا يبلغون. إن لم تبلغ لن تكون حالتك في ضمن الإحصائيات. نعم. يعني هذه لا، الموضوع احنا يمكن ناقشناه قبل كذلك لكنه مهم جدا وفعلا يجب التركيز عليه. اليوم حنبدأ في موضوع حلقتنا وهي الحلقة الرابعة عن المدارس الداخلية، والتي تعتبر أكبر وصمة عار في تاريخ كندا، التي تعتبر من أهم الدول في حرية الإنسان وحقوق الإنسان وحماية الأقليات، ولكن المدارس الداخلية كانت ولا زالت أعتقد أنها أكبر المصائب التي حلت على كندا، لأنها جلست في التاريخ وستجلس في التاريخ إلى مدة طويلة. خلينا نبدأ عن البداية. أستاذ حسن، كيف بدأت هذه المدارس الداخلية أو الريزيدنشال سكول، مدارس يمكن الأصح، المدارس الداخلية أو المدارس السكنية؟ نعم، بدأت قبل تاريخ كندا، يعني عمرها أكبر من عمر كندا. بدأت عام 1820، كما نعرف أن كندا أسست كاتحاد 1867، وبالتالي هذه المدارس كانت سابقة لكندا، ومن ثم وبثم زاد وقعها وتأثيرها بعد القانون الذي تحدثنا عنه في حلقات سابقة، قانون الهنود 1876. خلاصة القول أن هذه المدارس كانت لها مهمة، كان لها دور مهم معلن، ليس فقط غير معلن، وهو إبعاد السكان الأصليين عن ثقافتهم. يعني لنقفز إلى الأمام بعض الشيء، عام 2008 الحكومة الكندية، وكانت في ظل ستيفن هاربر، شكلت لجنة الحقيقة والمصالحة، وكان من الأمور التي توصلت إليها اللجنة، هذه اللجنة، أن المدارس الداخلية كانت إبادة ثقافية. كانوا يأخذون الأطفال من قبائلهم، من عائلاتهم، ليذهبوا بهم إلى المدارس الداخلية، وكانت قصدا هذه المدارس الداخلية بعيدة بعدا كبيرا عن قراهم وعن مساكنهم، لحتى تنقطع الصلة بينهم وبين عوائلهم. نعم. وحتى كانت توضع عقبات، عوائق أمام الأهالي لزيارة أبنائهم. بالتالي كانوا يسلخون هؤلاء الأطفال عن ثقافة، طبعا عن عوائلهم وعن ثقافتهم. كانوا يدرسونهم بالفرنسية والإنجليزية، وحتى كان الطفل يعاقب إذا ضبط وهو يتحدث لغته الأصلية، أو كان يمارس طقسا من طقوسه الأصلية. كان سلخ ممنهج شنيع من الثقافة الأصلية. وإضافة لذلك كانت هذه المدارس غير مهيئة من ناحية الصرف الصحي، من ناحية الرفاهية، من ناحية الصحة، من كل هذين. كانت عدد الوفيات عدد رهيب الشكل،
حتى هنالك مقابر جماعية اكتشفت في 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 جوار هذه المدارس. عدد كبير يعني حوالي تصور عدد كبير من هؤلاء الناس حوالي 150 ألف ذهبوا إلى هذه المدارس. والذي حصل أن هؤلاء الأطفال من بقي منهم على قيد الحياة، لما كما قلنا كان هناك عدد الوفيات عدد كبير جدا، من بقي على قيد الحياة كانت عودته إلى بيئته الأصلية صعبة، لأنه لم يعد يستطيع التعامل مع بيئته الأصلية بلغته الأم لأنه فقد هذه العلاقة، ولم يعد بإمكانه أن يبقى أن يندمج بالمجتمع بمجتمع البيض بمجتمع الأوروبيين. لا يعني لا هنا ولا هنا، لا هنا ولا هناك، يعني بقي غريبا هنا وهناك. ومن هنا تفشى حتى الذين نجوا من وبقوا على قيد الحياة من هذه المدارس كانوا ابتلوا بإدمان الكحول، إدمان المخدرات، الأمراض النفسية والجسدية والانتحار. يعني هذه أمور كما تفضلت دكتور جمال في البداية كانت وصمة عار في تاريخ كندا. بدأت هذه المدارس عام 1820 وكان آخر مدرسة أقفلت 1996. على سبيل بالمناسبة الذي كان من المروجين لها هو أول رئيس وزراء لكندا سير ماكدونالد. نعم. الذي يعتبر أحد آباء الاتحاد الكندي، ولهذا السبب في الفترة الأخيرة أنزل تمثال نصبه التذكاري في مدينة مونريال. هذا ما سبب ضجة في الإعلام، واعتذر رئيس الوزراء تريدو ورئيس الوزراء ليجو ورئيسة بلدية مونريال. ويعني التاريخ الاضطهاد السكان الأصليين لم يكن مقتصرا على فئات معينة من المجتمع أن نقول أن هي منظمة عنصرية، لا، حتى كان من الهرم الرسمي، وكان بالتعاون ما بين الحكومة قبل الاتحاد الكندي كانت الحكومة الإمبراطورية، حكومة الكولونيالية، حكومة بريطانيا، وبعد ذلك كان الحكومة الكندية، بالتعاون ما بين الأوساط الحكومية أو السلطات الحكومية والكنيسة، الكنيسة الكاثوليكية والبروتستانتينية والإنجليكانية. كانت هذه المدارس تمول من قبل الحكومة وتدار من قبل السلطات الكنسية. نعم. دكتور نور، أنا بدي أسألك سؤال قد يكون يعني أي شخص ينظر إلى الموضوع أول شيء يتكلم فيه مدارس. أنتوا يا أوروبيين جايبين مدارس وهذا شيء جيد. كلمة مدارس هل كانت فعليا هي للإدوكيشن ولا كان الموضوع يختلف اختلاف كلي؟ يعني سؤال مهم جدا دكتور جمال. يعني تداعيات هذه المدارس، لماذا أنشئت هذه المدارس؟ السبب الرئيسي أنه كانوا ينظروا إلى السكان الأصليين على أنهم بدون، ونحن حاجة أن نحضرهم، أنه حياتهم بدائية جدا وعلينا أن ننطلق بهم إلى حياة الحضر الموجودة في عند الأوروبيين. لذلك كلفوا الجهات الكنسية التي كانت تدير الكثير من المدارس وفي أماكن كثيرة من العالم في كل الاستعمارات دول المستعمرة، يعني إذا كنت هبت إلى لبنان أو سوريا أو العراق أو فلسطين أو أفريقيا أو كل دول استعمرت، يقول أن مدارس الراهبات هي مدارس كانت تديرها الكنائس. كان بمعظم إرساليات أنه تحاول أن تعلمهم اللغة وأن تعلمهم ثقافات مختلفة عن الثقافة الأم التي يعيشون فيها. كان التداعيات الأصلية التي أخذوا جاءت بها الإرساليات الأوروبية هذا قبل تأسيس كندا، ومن ثم يعني سير جون ماكدونالد أول رئيس وزراء كندا دعم هذا الموضوع بشدة، وعاشت الأمور 130 سنة. يعني في عهد كريتيان بالعام 1996 أقفلت آخر مدرسة. الاستهداف الأساسي كان هو أنه to take out the Indian from the Indian. هي
غسل النفسية، يعني أنه يشيلوا الإنسان من عاداته، من تقاليده، من كل من روحانيته الموجودة داخل الريزيرف وفي عند السكان الأصليين في بيئتهم، بغض النظر إذا كان بتحب البيئة أو ما بتحب البيئة، بتعتبرها متقدمة أو متأخرة. كان هؤلاء الناس عندهم مشروع حياة، كان استهداف المدارس إنه الأطفال نأخذهم من أهلهم ومن ثم ننزع عنهم النفسية الهندية كلياً، أو ما يسمونها الهندية، وهي النفسية الأصيلة التي تعود إلى السكان الأصليين بكل مواصفاتهم. وهذا سبب يعني آثار جانبية كثيرة أشار إلى الأستاذ حسن، يعني عدد الناس أو الأطفال الذين ماتوا في المدارس، في بعض المدارس كان أكثر من 50% وصل إلى 60%، وفي أقل يقال أنه 30%، يعني كل المدارس فيها أموات وبأعداد هائلة. تصور أنت اليوم في أي مدرسة يكون فيها 1000 طالب، تقول أنه أنت 300 منهم عم بيموتوا على الأقل، يعني بتحدث كارثة. أنا عندي إحصائية دكتور، حسب الإحصائية من الحكومة الكندية، أنه 1 من 45 طفل قد توفوا في هذه المدارس. هذا قليل جدا عن ما يقول، لأنه إحصائيات الحكومة تحاول أن تبرر للحكومة. هناك أرقام من السكان الأصليين، لأنه مثلا كشف قبور جماعية كما أشار إلى الأستاذ حسن بجانب المدارس، it's not number، يعني ما بتعرف فيها عدد اللي ماتوا فيها، بدك تجمع رؤوس وما بتعرف فيها أسمائهم، يعني لا، يعني حتى الدفن لم يكن بطريقة أخلاقية أبدا، يعني كان هذه تصبح بالمجازر وبالحروب وتسمى يعني إبادة جماعية، إنه نطلق عليها أن إبادات جماعية بكل معنى الكلمة، فموجودة جدا. عندك بعدين يعني ستيفن هاربر رئيس الوزراء الكندي بال 2008 اعتذر باسم البرلمانيين من كل الأحزاب من السكان الأصليين، بعد ما أصبح اللجنة اللي أشار لها الأستاذ حسن ريكونسيليشن، إنه هذه اللجنة أخذت أكثر من 7000 إشارة وستيتمنت ودونتها ونظرت إلى تفاصيل، يعني إذا كنت تستعمل إحصاءات من هذه اللجنة من الذين بقوا على قيد الحياة والأمور التي تكلموا بها، يعني لا يمكن لأي شعب متحضر أن يقوم ب هذه المسائل التي تقتل الأطفال، تنزعهم من هويتهم، ومن ثم تشوه الذين لم يقتلوا، كما قال الأستاذ حسن أنه الكثير منهم وصلوا إلى حد الإدمان والانتحار في بعض الأحيان. أنا عفوا ملاحظة صغيرة فقط تعقيبا على كلام الدكتور نور، نحن تحدثنا عن المهمة الرسمية التي من أجلها أسست هذه المدارس وكيف تصرفت بناء على مهمتها الرسمية، ولكن كان هنالك ممارسة، إحدى الممارسات الخطيرة جدا ولم تكن من معلنة. كما نعرف تمويل هذه المدارس كان على أساس عدد الطلاب، ومن هنا كان من مصلحة هذه المدارس أن تزيد عدد الطلاب، فكانوا يذهبون إلى المناطق التي يعيش فيها السكان الأصليين ويأخذون أطفال حتى مرضى، أمراض معدية، أمراض نهائية، أمراض خطيرة، ويحضرونهم للمدرسة ليزيدوا عدد الطلاب وبالتم مدخول المدرسة. فما الذي كانوا يفعلون؟ كانوا ينقلون الأمراض من الخارج إلى الداخل، السل وأمراض خطيرة أخرى، لدرجة كما تفضل دكتور نور في بعض الحالات كان حوالي أكثر من نصف الطلاب يموتون، يعني حسب الأرقام الرسمية 6000 طالب ماتوا لقوا حتفهم في هذه المدارس، وكما قال الدكتور نون هذه الأرقام الرسمية. أما الشهادات التي تلقتها لجنة
تقصي الحقائق أو لجنة الحقيقة والمصالحة، الشهادات السكان الأصليين كانت أعلى من هذه الأرقام بكثير. هندسة الدكتور هشام، سؤال: إذا كان الهدف من هذه المدارس هي التربية والعلوم والثقافة ودمج الجميع مع بعض، لماذا يعني اختصت في هذا السكان الأصليين؟ لماذا لم يتم تعميمها مثلا على القادمين من الصين، القادمين من الدول العربية، القادمين من أوروبا الشرقية مثال؟ لماذا لم يعمم عليهم؟ هل هذا يعتبر نوع من أنواع الريسيزم، أنه فقط لشعب واحد؟ يعني طبعا من الكلام اللي سمعناه من الدكتور نور والأستاذ حسن، هذا الكلام بذكرنا في، يعني أنا مش بس بحكي حتى عن المدارس، بحكي حتى عن طريقة التعامل بالريزيرفز كمان، كأنها بتذكرنا في المعسكرات النازية أو في هلأ المعسكرات اللي بيعملوها ضد اليوغر المسلمين في الصين. ليش مستهدفين جماعة معينة؟ ليش مستهدفين ديانة معينة؟ لأنهم على ما يبدو إنهم كانوا خايفين بالتحديد من هاي الجماعة أو من اللي بتمثلوا هاي الجماعة أو اللي بتسببوا. بالنسبة لهم أعتقد إنه السكان الأصليين بيمثلوا أصحاب الأرض الأصليين، وخايفين هدول كانوا إنهم هدول الناس يصحوا في يوم يصيروا يقولوا لهم شو عمل، مع إنه إحنا حكينا إنه السكان الأصليين ما عندهم مبدأ تملك الأرض، وما عندهم مبدأ إنه هاي أرضنا وإنتوا اطلعوا وإنتوا ادخلوا، ما عندهم هاي خالص. بس طبعا هذا الإشي مش داخل في العقلية الأوروبية اللي كلها كانت مبنية على السيطرة والنفوذ واحتلال الأرض، ونعرف الحملات الصليبية وغيرها وغيراتها، مش بس عند الأوروبيين، عند شعوب كتير، بس هم اللي إجوا على هاي الأرض وكانوا جايين بهاي النفسية. فأعتقد إنها هاي، يعني الكلام اللي بنحك عنه كان موجه لجماعة معينة زي هدول، لأنهم كانوا أشد خوفا منهم لأسباب الـ 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 السيطرة، يعني كانوا خايفين إنهم يفقدوا سيطرتهم على هاي الأرض اللي هم سارقينها منهم أساسا. نفس الشيء بتعمله دول كتير من دون ذكر أسماء، الدول المحتلة اللي بتيجي بتحاول تمسح ثقافة الشعوب الأصليين، بتحاول تمسح زي ما حكى برضو الدكتور نور، يعني إجوا الأوروبيين عندنا حتى في الدول العربية وحاولوا على مدى سنين مسح ثقافتنا وإدخال شغلات مش مالهاش علينا، لأنهم عارفين إنه لو إحنا يوم، وهذا إشي طبعا صار لما الشعوب تصحى على حقوقها وتصحى على وصير عندها وعي وفكر على أصلها وتكون متمسكة بثقافتها، راح تعرف إنها هاي ثقافة الغريب وراح ترفضها زي ما الجسم بيرفض أي جسم، أي بكتيريا غريبة بترفض عليه وبطلعه. فأنا بعتقد إنه 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 هاي، يعني هذا كان الهدف، يعني مش إنهم عشان يعطوهم ينوروهم بالدين وهن عشان ما عندهم مجدين، كل هاي زي ما بقولوا ليبلز، يعني لو يفط يا لامعة بحطوها على الهاي عشان يفسروا الأعمال الإجرامية، لأنك أنت مش معقول يعني تدخل على ريزيرف وبتاخذ الأطفال بغصب من أهاليهم وبتحطهم في مدرسة تفصلهم عن أهاليهم وبعدين ما بتتقبلهمش، يعني بعد ما على أساس قالوا بدهم يدمجوهم بالمجتمع الجديد، حتى لما طلعوا ونسوهم ثقافتهم رفضوهم إنهم يندمجوا، رفضوا إنهم يندمجوا معاهم. فيعني ما في ولا إشي من اللي انحكى من اللي قالوا أسباب انعمل صحيحاً. فأنا هاللي أعتقده، أنا ما أعرفش إيش رأي الأستاذ حسن والدكتور نور بموضوع الريزيرفز هذا. لا فعلا أجملت، بارك الله بيك دكتور هشام. هذا هو الهدف الأساسي، هو تدجين هؤلاء السكان وسلخهم عن ثقافتهم ومن ثم مسح هذه الثقافة نهائيا. حتى كان أحد التعبيرات كانت إخراج الهندي من قلب الطفل الهندي، يعني كانوا يريدون أن يأخذوا الجسد ويفرغوه من روحه ويزرعوا فيه روح الرجل الأوروبي. حتى أن نعرف حتى من بعض الأسماء التي كانت تستعمل، طبعا بعض الأحيان كانوا يقولون هنود، ولكن كذلك كانوا يقولوا سافجز، يعني سافجز كما يقولون الهمج.
هنالك توضيح صغير، لا نريد، لا أجيب على الأسئلة الآن، ولكن أخت سماء تقول أنها كانت مدارس كاثوليكية، بالحقيقة لم تكن فقط كاثوليكية. طبعا كما أشرت في مداخلتي، كان اتفاق ما بين الحكومات، سواء الحكومة البريطانية أولا ومن ثم الكندية، والكنائس بما فيها الكاثوليكية. معلش يا أستاذ حسن، أعطيك سؤال بس عشان برضو تجيبه بنفس الوقت، لماذا الكنائس لعبت دور سيء للأسف؟ طبعا احنا ليسنا ضد الدين، ولكن للأسف لعبوا دور سيء في هذه المدارس، مع انه مفروض يلعبوا الدور الحسن. يعني سيدنا المسيح دائما يدعونا الى الرحمة والمحبة و فكيف حدث هذا؟ يعني لو انت لو كنت ايام الحروب الصليبية، اذهب وقل للمحاربين في الحروب الصليبية ان هذا ما كان يدعو له السيد المسيح عليه السلام. يعني كما نعرف أن الدين، وللأسف حتى الدين الإسلامي لنكون واضحين مع بعضنا، استعمل من قبل أشخاص وحكومات وتنظيمات لأغراض تعارض فلسفة هذا الدين وروح هذا الدين. وهذا ليس مقتصرا على المسيحيين، حتى حصل في فترات عديدة من التاريخ الإسلامي. إذن ولكن لأجيب عن سؤالك، لماذا لعبت الكنيسة هذا الدور؟ لسببين، وربما لسبب ثالث أيضا. السببان الأساسيان أن في بداية الاستعمار كان للكنيسة دور كبير في الاستعمار. يعني حتى عندما وصل الفرنسيون، انظر مثلا أول ما كان استعمار كندا بدأ هنا في كيبيك، فرنسا الجديدة، وانظر إلى كل القرى أو معظم القرى والمدن وكذا في كيبيك، تبدأ سين كذا، يعني قديس مثلا، أنا في قرية اسمها سين ريمي، قديس ريمي، تجد أكثر المدن والأماكن الجغرافية لأسماء قديسين. يعني كان استعمار كندا يدا بيد ما بين السلطات الرسمية والكنيسة. هذا سبب. السبب الثاني أن الكنيسة كان عندها هيكل تربوي، يعني مثلا من ناحية الإرساليات، من ناحية كذا، وبالتالي كانت الحكومات تعتمد على الكنيسة في قضية التربية. مثلا في كيبيك لم يكن هنالك وزارة تربية حتى عام 1960، تعتمد على الكنيسة. التربية حتى عام 1960 كانت بيد الكنيسة الكاثوليكية. والمستشفيات، وزارة الصحة في كيبيك ووزارة التربية أنشئت بعد ما أسمي بوقتها الثورة الهادية عام 1960. والكنيسة طبعا من باب التبشير ونشر الدين المسيحي وتخليص الرواح الضالين، كانت لها كان هذا، يعني هذا ما تريده الكنيسة. يعني ومن ثم الدور الثالث الذي لا يمكن الاستهانة به، الدور المالي. يعني الكنيسة كانت تأخذ الأموال من الحكومة، لأن الحكومة هي التي كانت تمول. هنالك ملاحظة صغيرة، عندما أشرت قلت أن هي الحكومة الكندية والكنائس، في الحقيقة أن التربية في الدستور الكندي عام 1867، التربية من اختصاص المحافظات المقاطعات، إلا فيما يخص الهنود أو السكان الأصليين، ولكن في القانون في الدستور يقولون عنهم الهنود، كان بقيت بيد الاتحاد الفيدرالي، لأن العلاقة مع السكان الأصليين هي بيد الاتحاد الفيدرالي. لذلك كانت العلاقة المدارس، مع أن هي بقضية تربوية، كانت بيد الحكومة الفيدرالية وليس بيد المقاطعات. ولكن لاحقا أعطي جزء من هذه المسؤولية للمقاطعات. نعم دكتور، فقط لأشير للسيدة أسماء أن المسألة ليست محصورة بالكنيسة الكاثوليكية، ولكن الكنائس كلها. نعم دكتور نور، تفضل. يعني بعض الإضافات البسيطة على الموضوع، كما أشار الأستاذ حسن، أنه لحد العام 1960 بكيبيك كانت لم يكن هناك وزارة للتربية، كانت الكنائس تهتم بموضوع التربية. حتى الآن يعني في أونتاريو في كيبيك عندك، يعني عندك أنت الببليك سكول بورد وعندك الكاثوليك سكول بورد. العالم تتخذ تراستيز للكاثوليك سكول بورد، لأنه بعدهم
بياخذوا تمويل من الدوله حتى، لانه الكنائس كان عندها هذا الدور تلعبه بموضوع التعليم. بالنسبه للسكان الاصليين يعني كان هنالك على مدار المدارس اكثر من 130 مدرسه، وفي اوج يعني وصلوا ل 80 مدرسه في بعض الاحيان، كانت مدارس تغلق مدارس تفتح، بس بالمجمل كانوا بحدود 130 مدرسه. غالبيتهم او ثلاث ارباعهم كانت تشرف عليهم الكنيسه الكاثوليكيه، بينما كان هنالك ايضا بعض الكنائس البروتستانت واليونايتد تشيرش كمان اشرفوا على له. حتى يعني اول من اعتذر اول من اعتذر عن المشاكل التي كانت تدار ب او كيف كانت تدار المدارس ريزيدنشال سكول عند السكان الاصليين كانت في اليونايتد تشيرش اللي تقدمية ببعضها، وهم كانوا يعني رئيس الوزراء والكثير من بعده اعتذروا بالعام 2008، هم اعتذروا بال 1991 او 93 بهذيك المدة. على فكرة حتى الكنيسة الكاثوليكية رئيس تريدو طلب من البابا، مع ان البابا فرانسيس الذي هو الان في العراق والذي يعتبر اكثر تقدمية من اسلافه، طلب منه رئيس وزراء طبعا بناء على قانون او قرار بالاجماع في مجلس النواب للطلب من الكنيسة الكاثوليكية الاعتذار على التجاوزات في المدارس الداخلية في السكان الاصليين. كان التصويت في البرلمان تصويت بالاجماع، وطلب رئيس الوزراء من الفاتيكان من البابا فرانسيس كما قلنا فرانسيس الذي هو أكثر تقدمية من غيره الاعتذار. ولم يتم الاعتذار، قالوا أن القضية أكثر تعقيدا من أن يأخذ البابا القرار بنفسه. واضح. دكتور نور، أنا في سؤال هو وجه من أحد من الأستاذ أسمى للأستاذ حسن، لكن أتوقع أنه كنا ممكن أو حضراتكم تضيعها. لو كنت قياديا في زمن الفتوحات او في زمن الناس يعني اللي هو لما يجوا للناس، ما هي سياستك لادماج السكان الاصليين؟ شو السياسه اللي ممكن تتخذها؟ يعني نحن اليوم نجي إيميجرانتس على كندا بدهم يدمجونا بالمجتمع هنا. يعني بهذاك الوقت كان لازم الاوروبيين هن يندمجوا مع السكان الاصليين مش العكس، مش انه يجوا يغيروا لهم ثقافتهم، لانه السكان الاصليين هم اصحاب الارض. وكان على اي انسان بيعتبر انه لديه فكره متقدمه انه يجيبها ويطرحها لتقدم المجتمع انها تكون يعني مش بالاكراه، تكون ب يعني لو اجوا الاوروبيين للسكان الاصليين وطرحوا عليهم سكن افضل او مياه شفا تجر اليهم أو تعلم لغة أخرى مع لغتهم ممكن، بس يعني كانوا يريدون أن يلغوا لغتهم ويلغوا تقاليدهم ويلغوا عاداتهم. وهذا يعني لم يكن يعني تقدمي أو حضاري بأي من الأشكال، كان عنفي أدى إلى ما أدى إليه. والآن يعني إحنا بعد 100 سنة أو 200 سنة نتكلم عن هذه الأمور إنها كانت لا إنسانية، ورؤساء وزراء ورؤساء كنائس عم يعتبروا إنه كانت تصرفات مؤذية وغير أخلاقية ويعتذرون عنها. ولكن اللي ماتوا لا يمكننا أن نعيدهم إلى الحياة، والذين وتأثروا بالإدمان وبالانتحار وبالمخدرات، ويعني ملف كبير اليوم missing and murdered indigenous women، يعني النساء فضلا عن انه يعني الكثير من هذه المدارس يقال انه كان فيها اغتصاب، حالات اغتصاب للاطفال والبنات. فلا يمكن لاي انسان متحضر ان يتقبل هذا، عدا عن انه يكون حكومه مثل حكومه كنديه او كنائس والتي تعتبر انه هي تدعي للمحبه والسلام. نعم. الاعتداءات عفوا كما قال الدكتور نور كان اعتداءات جنسية وجسدية ونفسية
على الطلاب في هذه المدارس. نعم. وهذه موثقة أمام لجنة المصالحة الحقيقة والمصالحة. وحتى الآن هذا بما أن الحلقة هي على المدارس، ولكن حتى الآن النساء من أصول السكان الأصليين لا يزالون حتى الآن يتم اغتصابهن، يتم اختطافهن، يتم قتلهن. يعني كان في المرحلة الأخيرة من وقت لآخر تتم المطالبة بتحقيق أو بلجنة تحقيق أو بعض الأحيان يجري التحقيق، وفي كثير من الأحيان يتم تمييع الموضوع، ويعني المسافة لا تزال طويلة أمام هؤلاء الناس لينالوا حقوقهم. أنا أسأل دكتور هشام عن هذا الموضوع اللي هو العقاب في المدارس هاي. كان موضوع العقاب شيء زي ما بيحكوا عنا بالعامية على الطالع وعلى النازل. يعني أنا حضرت بعض الدوكيومنتريز اللي بتتكلم عن الموضوع، والسكان الأصليين اللي كانوا في هذه المدارس اللي هم الشهود كانوا يحكوا أنه كان يتم معاقبتهم بدون سبب وبسبب، يعني بأي كان السبب يعاقبوا. ومن هذه المعاقبات زي ما حكى الأستاذ حسن والدكتور نور اللي هو سواء تحرش جسدي، تحرش جنسي، أو عنف زائد. يعني كانوا حتى أنهم يضعوهم على كراسي كهرباء. فكيف هذا طبعا أثر على هدول اللي عاشوا، اللي ماتوا طبعا رحمهم الله، ولكن اللي عاشوا كيف أثر عليهم هذا الشيء؟ أنا بس حابب أشير لشغلة بالأول. مشاكل تعامل الكنيسة مع الأطفال ما بتيجي بس على السكان الأصليين، يعني حتى نشوف دائما قصص وروايات وأفلام عن الكنيسة في أوروبا ومعاملتها للفقراء اللي كانوا في أوروبا. شفنا قصص كتير، وهي واحدة من أسباب الثورة الفرنسية وأسباب ثورات كتير. فهي الشغلة مش جديدة للأسف. طبعا هي لبست اسم الدين وليس لها أي علاقة في الدين، لكن لأنها كانت مغطاة بغلاف الدين والناس ما بتحاول تحكي أو عندها حساسية من الكلام أو التعرض للكنيسة لأنها مكان ديني. بس هذا الشيء ما صار. بس مشكلة السكان الأصليين أنه ما في حدا يعطيهم صوت، ما في حدا يتكلم، يعني فهم استغلوا هذا الشيء لأسوأ استغلال لأنه ما كان مسموع لهم صوت، يعني محطوطين على الهامش. طبعا اللي احنا بنشوفه اليوم اللي بتعرضوا له الأطفال بالتكنولوجيا سواء عن السايبر بولينج أو غيره، وقديش إنه في أطفال هالأيام عم تنتحر من وراء سايبر بولينج. فلك أن تتخيل لما يكون الموضوع مش بس كومنتات وناس بتقول عنك. يعني في طفلة في أعتقد في غرب كندا في بريتش كولومبيا أو في ألبرتا أو سمي، طفلة سورية عمرها 9 سنين قبل فترة انتحرت قد ما بتعرضوا لها الأطفال بالبولينج على اليوتيوب وعلى الماسنجر وعلى التكست مسجز. هذا بس مجرد تكستات. تخيل كيف أنت لما طفل بتعرض لعنف جسدي، لاغتصاب جنسي، لتحقير في الإنسانية، شو بيقولوا لها أكثر أنواع التحقير الإنساني. نحن عم نسمع برضو هلأ، يعني إذا بدنا نقارن عم نسمع هلأ قديش في حالات بتتسرب حتى من مع إنها بلاد مسكرة، تتسرب من الصين من 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 جماعات زي اليوغور وغيرهم، عن قديش في حالات انتحار بيناتهم وحالات من الهرب وناس بتهرب وبينقتلوا وهم بيحاولوا يهربوا. لك أن تتخيل بهداك الزمان إيش كان، لا في اتصال لا في ولا في أي إشي بيقدروا يعملوا. وفي قصة من القصص اللي زي ما قلت عنها من أول، اللي هو قصة الطفل اللي هرب من واحدة من هاي المدارس وحاول يرجع لأهله، أعتقد في ألغونكوين في المنطقة، ما كانش عارف المدرسة كتير بعيدة وكانت الدنيا شتاء، ومات من التجمد، تجمد في الشتاء بالطريق وهو رايح، وانعملت عنه عمل عنه فنان نسيت اسمه، جوردي داوني عمل عنه قصة وعمل عنه شعر ونزلت هي فيلم، حتى عملوا كرتون حوالي ساعتين قبل ما يتوفى. فلك أنت تخيل اللي بده يشوف المعاناة بيتفرج على هذا، احنا حطينا اللينك لأنه ممكن أحطه، قديش معاناة الأطفال هدول اللي كانوا في منهم كانوا يموتوا وهم بيحاولوا يهربوا. على فكرة يعني الدكتور حسن والأستاذ نور حكوا عن اللي ماتوا في
في المدرسة من جراء التعذيب، في ناس ماتوا وهم بيحاولوا يهربوا أو بعد ما هربوا ما عرفوش فلك أنت تخيل يعني إيش بده تكون نفسيتهم. واللي عاش زي ما قال الدكتور الأستاذ حسن والدكتور، اللي عاش مع هاي اللي بسموها التروما أو اللي هي الصدمات النفسية، وبالذات إنه المجتمع اللي عمل فيه كل هاد عشان يدمجه معه رفضه بعد ما هو سلخوا عن جلده، سلخوا عن ثقافته، وبخلال العملية هاي أدى لتعذيبه نفسيا وجسديا وبكل الأشواق. وبعدين قال له أنا وأنت مش بنفس الدرجة، حتى لو كل هذا اللي عملناه فيك أنا وأنت مش بنفس الدرجة. فيعني أنا مش عارف شو ممكن نقول، لكن أقرب مثال زي ما احنا قلنا اللي بيصير، اللي صار في المعسكرات النازية وفي معسكرات اليوغر بالصين، وأصلا حتى في فرنسا الجرائم التي اقترفتها فرنسا في الجزائر لا تعقل. الآن الناس يتحدثون عن أمور كثيرة غير الجزائر، يعني وكأن الاستعمار الفرنسي بالجزائر قد تم مسحه من 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 ذاكرة التاريخ. يجب العودة سواء في فرنسا في الجزائر أو في بلجيكا أو في تشاد أو في كان الجنود الاستعماريون يبنون أهرامات من الجماجم، كانوا يتلذذون بالتصور مع ضحاياهم. هنالك نقطة سأخرج بعض الشيء عن الموضوع لأنه يهمنا، متعلق بالموضوع ويهم المشاهد العربي والمسلم الذي هو دور هذه يعني نتحدث نحن عن التجاوزات واضطهاد الطلاب في المدارس الداخلية في للسكان الأصليين، ولكن حتى المدارس التي كانت تديرها الكنيسة الكاثوليكية، أتحدث هنا عن كيبك ولكن بإمكاننا أن نقول في كندا ككل، كان هنالك تجاوزات جنسية وجسدية وكذا في الكثير من هذه المدارس، وهذا من الأسباب التي من أحد الأسباب التي ساهمت في قيام الثورة الهادئة وتمرد الكثير من الكيبيكيين على الكنيسة الكاثوليكية بسبب هذه الممارسات. لماذا أقول هذا الموضوع؟ لأنه لا يتعلق فقط بالمدارس السكان الأصليين ولكن حتى هنا، لدرجة أن هذا الامتعاض أو التمرد على الهيكل على النظام الكنسي لا نزال نحن الآن كمسلمين نعيشه الآن، لأن كثيرون من الكيبيكيين الذين مروا في هذه الكنائس وتم وعانوا من التجاوزات على يد الراهبات، عندما يرون أختا مسلمة بحجابها تذكرهم بالراهبة التي عانوا على أيديها في مدارسهم، ومن هنا هذا النفور. سمعتها من الكثيرين، وكثيرون منكم يعرفون أنني مندمج اندماجا تاما بالبيئة الكيبيكية وأعرف ما يدور في خلدهم وما يقولون وما يكتبون. نسمع كثيرا كلمة نحن لم نتخلى عن ديننا لنتبنى دين الآخرين. لهذا الذي نقول عنه إسلاموفوبيا جزء كبير منه، طبعا هنالك عدالة الإسلام وعدالة كذا، لا نريد أن نخفف من هذا، ولكن جزء كبير منه ناتج عن معاناتهم مع الكنيسة الكاثوليكية ونحن ندفع الثمن الآن. كما يحصل في فلسطين، كثير مما يحصل في فلسطين الآن هو بسبب معاناة اليهود على أيدي النازيين، والآن الفلسطينيون يدفعون ثمن هذه المعاناة. يعني كما يقولون يعني الخطأ في مكان معين يجب أن لا يكون مبررا للوقوع بالخطأ في مكان آخر. صحيح. دكتور نور، أنا يمكن الموضوع مهم جدا، ولكن أنت باحث وأكاديمي وتعلم أهمية البحث العلمي وخاصة الطبي، ولكن ما تم عمله على السكان الأصليين واستخدامهم كتجارب أو فئران تجارب، خلينا نحكي في الحقيقة، في كثير من الأبحاث العلمية الطبية، لو تحكي لنا شوية عن هذا الاستخدام وخاصة في المدارس هاي. يعني الكثير كان
هذه المدارس والطلاب اللي كانوا موجودين كان هنالك الكثير من استعمالهم بمواضيع النيوتريشن، يعني اي شيء كانوا بيحاولوا انه يشوفوا اهميته او استعماله بالاكل او بالصناعات الغذائيه وما الى ذلك، كان يعملوا له اول شيء فحص او تجارب على السكان الاصليين. وهذا يعني شيء يعتبر غير اخلاقي. اليوم عندما نصنع ادويه او اي شيء من المأكولات، اولا البحث العلمي ياخذ اربع مزايا او اربع خطوات. اول فيز او اول مرحله هي تكون البحث العلمي الخاص في المختبرات، انه بالمختبر انت بتبحث بتشوف موضوع دواء معين بناء على معلومات الاطباء والمهندسين والعاملين باي قطاع معين، بيقولوا انه نحن بنعتقد انه هذا الامر سيكون له دواء. الجزء الثاني يبحث او يطرح على يعني عندما يثبت الموضوع العلمي في المختبرات يجرب على فئران مثلا أرنب أو ما إلى ذلك. والكثير من الناس الذين ينادون بحقوق الحيوانات يقولوا إنه هذا شيء غير أخلاقي، يعني لماذا تعذيب هذه الأرواح قبل. وبالمرحلة الثالثة يجرب عبر الأطباء على بعض من الناس الذين يختارون انهم يكونوا هن جزء بهذه التجربه كلينيكال ترايل او شيء. ورابعا عندما تثبت يعني فعاليه اي عقار او لقاح او اي شيء يطرح للاستعمال العام بشكل. يعني فوجئت مثلا عندما علمت انه الكيان الاسرائيلي قبل ما يستعمل اللقاح، واليوم يقال أنهم سبقين بموضوع اللقاح، كان في جمعية إسرائيلية طرحت أنه يستعملوا 500 لقاح على الفلسطينيين، ورفضوهم الفلسطينيين لأنه يقولون نحن لسنا فئران تجارب. فاليوم نحن نتكلم عن السكان الأصليين أنه كانوا يستعملوا دائماً كفئران تجارب في هذه المدارس، كانوا بأعداد كبيرة، لم يكن هنالك احترام لأخلاقيات البحث العلمي، لم يكن هناك بروتوكولات التي تطبق على البحث العلمي بالشأن العام تطبق عليهم، لم يعاملوا إلا كمعاملة حيوانات. مع الأسف. أنا بس حابب أذكر شغلة صغيرة بس تعليقا على هذا، انه ذكرتني بالدكتور جوزيف مينجلي اللي هو معروف اللي كان يعمل تجارب على في المعسكرات النازيه. وعلى فكره المعسكرات النازيه ما كانتش بس ضد اليهود، كان في كتير ناس حتى معارضي هتلر السياسيين يحطهم، وفي كتير فئات من الناس، وكانوا هدول بالنسبه لهم يعني زي ما بيقولوا كرت ابيض يجربوا عليه زي ما بدهم، يعني عملوا تجارب عليهم لانهم ما كانوا زي ما كانت هاي المعسكرات بتنظرش للسكان الأصليين على إنهم بني أدمين. نفس الشيء يعني إحنا لما بنقارن بين بشاعة العمل في النازية وبين اللي العمل هون في كتير تشابه، لأنهم ما نظروا هون للسكان الأصليين على إنهم بني أدمين. أنا شفت حتى بعض المسلسلات والأشياء اللي عملت عن هذيك الفترة وبيوروا إنهم كانوا بينظروا لهم إنهم يعني ما اعتبروهم عبيد، بس كانوا بينظروا لهم بمرحلة العبيد إنهم كأنهم مش بني آدمين، وإنه بحق لهم زي يعملوا فيهم اللي بدهم إياه لأنهم ما مش واصلين للمرحلة اللي يقدروا يعتبروهم فيها بني آدمين كاملين ويحق لهم حقوق البني آدم الكامل. نعم. طبعاً أنا خلال الدراسة عملت تلخيص للتواريخ سريعاً، حقرأها سريعاً يعني مش هتأخذ وقت، بس عشان الناس تقدر تشوف التسلسل التاريخي. في القرن 17 1600 وشيء بدأت بعض الكنائس بعمل هذه المدارس، ولكن لم تكن حكومية ولم يكن لها أي طابع حكومي،
سنة 1831 تم إنشاء أول مدرسة اسمها موهاك سكول، ممولة من الحكومة الكندية في وقتها أو الحكومة في وقتها. سنة 1844 الحكومة قالت أنه يجب فصل الأولاد عن الآباء لدخولهم في الثقافة الكندية الأوروبية. سنة 1857 أصبح هناك قانون بوجب فصل الأبناء من السكان الأصليين عن آبائهم. سنة 1800 دكتور جمال، كل هذا كان قبل تأسيس كندا، قبل تأسيس كندا من الحكومة المحلية. 1867 مع تأسيس كندا الحكومة صارت هي المسؤولة كما قال الأستاذ حسن، المسؤولة عن هذه المدارس للسكان الأصليين وليس لباقي المواطنين. وهذا طبعا تم في الانديان اكتس. 1883 سير ماكدونالدز أو أول رئيس وزراء كندي وافق على استمرار هذه المدارس وشجعها. 1896 كان هناك 40 مدرسة رسمية وليس العدد الكامل، هناك رسمية مسجلة في هذه المدارس. 1920 تم إجبار جميع الأطفال من عمر 7 إلى 16 سنة من السكان الأصليين لدخول هذه المدارس. 1931 أصبح هناك 80 مدرسة رسمية. 1950 أدخلوا أبناء الإنويت أو السكان الأصليين من الشمال وفتحوا عندهم 6 مدارس مع أنه العدد قليل عندهم. سنة 1960 إلى سنة إلى 1980 تم أخذ 20,000 طفل عنوة من أهلهم ووضعوهم مع عوائل أخرى foster families في مدن بعيدة عن مدنهم الأصلية أو حتى في دول أخرى مثل أستراليا ونيوزيلندا، وحتى أو وضعهم في دور أيتام مع أنه أبائهم عايشين. سنة 1979 بقى هناك 28 مدرسة. سنة 1991 تم فتح تحقيق حكومي بعد طلب رسمي بهذا الشيء. سنة 1996 تم إغلاق آخر مدرسة اللي هي جلوير هول. وسنة 2007 الحكومة أعطت تعويضات، بعض التعويضات للسكان الأصليين بهذا الشيء مع الكنيسة، بعض الكنائس. 2008 رئيس الوزراء الكندي هاربر اعتذر رسميا باسم كندا للسكان الأصليين في 11/6/2008، واعتبر هذا تصفية عرقية ثقافية. وبعدها بدأت لجنة الحقيقة والمصالحة اللي هي TRC، وفي 2015 طلع تقرير من هذه اللجنة بهذا الشيء. يعني هذا سريعا سرد تاريخي. طبعا حسب الإحصائيات الحكومية 1 من 45 طفل توفى داخل هذه المدارس، زي ما حكينا هذه إحصائيات الحكومة وليس الحقيقة أكيد. 49% من هذول الأطفال ماتوا دون ذكر السبب، 43% دون ذكر مكان الدفن، 32% دون ذكر اسم. أصحح شغلة، المدرسة اللي أنت قلت هي مش الموهاك، هي الموهوك. الموهوك اللي هم من قبائل اللي موجودة في أمريكا وفي كندا على فكرة، وهم اللي بيحطوا الريش على أو اللي بيحلقوا شعرهم، بيحلقوا رأسهم من الجهتين وبيخلوا ندفع أيام بحطوا شعر. حتى هاي الحلقة معروفة هلأ بين الشباب، سموها حلقة الموهوك اللي هي بتخلي الشعر بس في نص الرأس وبيشيله. فهدول من القبائل المعروفة في أمريكا وكندا، فاسم المدرسة يمكن يتسمى على اسم القبيلة. على فكرة هال جيراني، أنا هان أنت جيتوا لعندي على البيت، هال جيراني شو اسمه، كل ما بيجي على البيت ريال بمر من عندهم. طبعا يعني to kill the Indian in the child، هذه كانت الهدف الأول في هذه المدارس. للأسف طبعا زي ما حكينا أنه يعني هذا جزء من التاريخ، قد يكون جزء من تاريخ الغير جميل بكندا.
في سؤال مهم جدا واتوقع هذا حننهي فيه الحلقة راح كلكم تجاوبوا عليه. عالميا كندا معروفة أنها بلد الإنسانية، فهل تعتقدوا أنه في وقتنا الحاضر يطبقون إنسانيتهم بإعطاء السكان الأصليين كامل حقوقهم؟ أستاذ حسن معك. السؤال ليس نعم أو لا، كامل حقوقهم طبعا لا. كندا بلد الإنسانية، ليس بإمكاننا أن نحتاج، طبعا كندا تحاول أن تكون بلدا إنسانيا، ولكن بسبب المعاناة التاريخية لا تستطيع أن تصلح في سنة أو 10 سنوات مظالم عدة قرون، سيأخذ الوقت وقتا طويلا. والمسألة ليست جرة قلم، ليس مجرد أن يقوم رئيس وزراء أو وزير ويعتذر أو قرار من مجلس النواب، هنالك نفسيات وهنالك موظفين وهنالك شرطة وقضاء، يعني يحتاج الوقت، تحتاج الأمور لوقت طويل لينال هؤلاء الناس حقوقهم. وهذا الوقت ليس فقط من طرف الحكومة أو البيض أو الأوروبيين، لا، حتى من طرف السكان الأصليين أنفسهم. يعني هذه المعاناة والاضطهاد الذي دام لقرون من الزمن، قتلوا في أرواح هؤلاء الناس التوق للحرية والمساواة، وحتى كما قلنا كثيرون مدمنو كحول ومدمنو المخدرات ومعرضون لخطر الانتحار. يعني هنالك ورشة كبيرة جدا تواجه السكان الأصليين المسؤولين الكنديين ونحن جميعا كمواطنين. ولكن أتصور أننا على الطريق الصحيح، ولكنه طريق طويل. دكتور نور. يعني نحن على الطريق الصحيح، لكن العجلة تسير ببطء. يعني نتكلم عن كندا، وكندا تأتي دائما في تصنيفات عالمية في الولايات المتحدة إن أفضل بلد نعيش فيه، وثاني أفضل بلد، وثالث أفضل بلد، ونحن في المقدمة مع السويد والنرويج وفنلندا. ولكن إذا كل هذه التصنيفات لا تأخذ بعين الاعتبار حالات السكان الأصليين، بعض التصنيفات طرح أنه لو أخذ بنفس المضمار تصنيف السكان الأصليين فهم في المركز 63، يعني كندا تنزل من 1 لـ63. وهذا بيورجيك أنه الفرق بين الكنديين الذين يعيشون في المدن والكنديين الذين يعيشون في الريزيرفز من السكان الأصليين. كنا رأينا أنه بعض الكنائس قدموا اعتذارات للسكان الأصليين بالعام 93، وبالعام 96 أقفلت آخر مدرسة من residential schools. إجا التحقيق اللي صار بالpublic inquiry تبع reconciliation بـ2008 على أثره، اعتذر رئيس الوزراء ستيفن هاربر بـ2008 بأذار 2015. يعني كان بعد هذا كان رئيس وزراء ترودو كان يلقي باللوم على ستيفن هاربر أنه لم يزيل موضوع البويلد ووتر أدفايزوري، وأنه كان في أكثر من 60 ريزيرف بعد عليهم بويلد ووتر أدفايزوري، يعني ما عندهم مي صالحة للشرب. في هذه، يعني هذه هي الأمور التي يعيش فيها السكان الأصليين. في أذار العام 2016 وعد رئيس وزراء جوستان ترودو أنه في أذار 2021 هذا الشهر الحالي أنه سيلغي كل شيء اسمه بويلد ووتر أدفايزوري في الريزيرف تبع السكان الأصليين. مع الأسف يعني هو واحد من العهود التي قطعها ولم يفي بها. ما زال أكثر من 50 ريزيرف عندهم بويلد ووتر أدفايزوري، وأن الحكومات والسياسيين يتكلمون الكثير ويعدون الكثير ولا يوفون بوعودهم. لذلك لن نتوقع يعني أنه أزمات
السكان الأصليين أن تحل بسرعة لأسباب عديدة، واحد منها أنه بيفضح الحكومات المتعاقبة الكندية أن يعني إلى أي حزب أو مؤسسة أو يمين يسار وسط انتموا. الجزء الثاني أنا برأيي الخاص، يعني إذا لم يلغى الإنديان أكت وتلغى وزارة الإنديان أفاف اللي هي موجودة بالوزارة ويعطى السكان الأصليين الحرية بالعيش بأماكنهم وأنهم يأخذوا ما يريدون للعيش بكرامة، لن نتقدم كثيرا. حتى الآن يعني عندنا بالإيست كوست بعده للبارحة الار سي ام بي عم يحاولوا أنهم يوقفوا الصيادين، صيادين اللوبستر من السكان الأصليين. لماذا؟ لأنه هنالك قانون تضعه الحكومة وهم لا يتبعون القانون. إذا بحثت، يعني هذه هي الصورة التي توضع، أنه السكان الأصليين لا يتبعون القانون للصيد الذي يتبعه الكنديون. إذا نظرت يعني تحت إشرة البصلي وذهبت إلى التفاصيل، ترى أن السكان الأصليين عندهم قوارب صغيرة ولا يمكنهم أن يصطادوا في أوقات تصطاد فيها الموج العالي، القوارب الكبيرة والسفن التي تتبع الشركات التي تتبع القانون. فهم يتبعون حياة بدائية، يعني أنت عم تحاول تفرض على واحد عنده حصان أنه يمشي على طريق الزفت وممنوع يمشي تحت 60، ما فيك توضع هذه القوانين في إطارها. يعني عنصرية ما بعد عنصرية مقوننة، أنه أنت لا يسمح لك بالصيد لأن القانون يقول ذلك، وأنه هذا القانون مفصل على قياس الشركات الكبيرة أصحاب القوارب الكبيرة ولن نسمح له. وإذا لم تتحرك الحكومة الكندية، يعني أنا هذا يعني أنا أتكلم بألم ما بعد ما سمعت برناديت جوردن اللي هي وزيرة الفيشريز تتكلم بهذا الإطار منذ يومين، وترى العنصرية في الوزارة. وأختم هذا أكبر دكتور هشام تفضل. أنا بس حابب أشير لـ Human Rights Watch، تقرير تبع منظمة Human Rights Watch الأخير اللي نزل بال 2021 طبعا عن 2020. طبعا هم هدول ما بيحطوا الدول على بالرانكس، يعني احنا هلا كندا اعتقد السنه هاي ثالث، كانت السنه او اللي قبلها ثاني واحد، بس هدول الجماعه ما بيحطوا، ما بيعترفوا بهاي الرانكس، عم بيشوفوا التقارير. فاول اشياء في تقاريرها عن تراجع حقوق الانسان في كندا، اول شيء كان عن الانديجينس رايتس او حقوق السكان الاصليين، وبعده على طول حقوق او العنف ضد النساء السكان الاصليين، النساء والبنات الاصليين. هدول كانوا اول تنتين على التقرير، اللي بيحب يقراه التقرير موجود اونلاين. بيجي بعديها شغلات من اللي ذكرهم الاستاذ نور والاستاذ حسن، عندك الاميجريشن ديتنشن او احتجاز المهاجرين، وعندك السوليتري كونفاينمنت او اللي هو السجن الانفرادي، وبعديها الكوربريت اكاونتابيليتي، النقطه اللي حكاها الدكتور نور انه الشركات متحكمه في اشياء من ضمنها ظلم المواطنين الاصليين في موضوع الصيد والسمك وما عليهم اكاونتابيليتي. عندك قوانين برضو مكافحه الارهاب، الريليجيوس فريدوم اللي هو واحده منها اللي بعانوا برضو السكان الاصليين اللي في اللي هم ما دخلوا الديانة المسيحية أو ديانات أخرى ولساتهم عم بيمارسوا حقوقهم. طبعا برضو بيجي بعدها بيجي اللي هم حقوق الديسابيليتيز أو ذوي الاحتياجات الخاصة والفورين بوليسي. بس شوف أكم من آيتم من هدول بتمس يا إما دايركتلي يا إما إندايركتلي السكان الأصليين أو المينوريتيز من ضمنهم السكان الأصليين. فإحنا ما نسمع للرانكينجز اللي بتقول كندا أول ولا بلد. هذه منظمة أنا دائما بقول لهم للعالم اطلعوا على هاي الشغلة
المنظمه هاي منظمه غير ربحيه وما لها علاقه في شيء وبسيطه جدا hru.org humanrightswatch.org تعمل عن كل البلدان من دون اي انحياز تحيز والتقارير اللي بتجيبهم تعجبني انها على الجرح زي ما بيقولوا فال يتطلعوا يعني احنا ما بننكر يعني كندا دكتور هشام انا بوافق الراي بكثير من الامور الا انما هيومن رايتس واتش صار في عليها كثير انفلتريشن بالسنوات الاخيره انا بتابعهم من اكثر من 20 سنه بالسنوات الاخيره ومثل ما بيقولوا بالفرنساوي كي دون اور دون يعني اللي بيدفع هو اللي بيحكم وفي كثير ممولين لهيومن رايتس واتش صاروا يطلبوا تقارير بحاجات معينة لكن بيظلهم أفضل من الأمور من الدول. أنا بقول أنا هاي اللي بقوله يعني ما فيش ولا منظمة حيادية يعني حتى WTO سوري WHO وغيراتها لهم شغلات بس إحنا بنحكي هاي مصادر غير حكومية والمعلومات تبعتها ما بتيجي من الحكومة الكندية يعني أو من حكومات أخرى يعني ممكن ما تكون صحيحة 100% لأسباب عديدة لكن أنا اللي بحكي بلاش الهيومن رايتس ووتش اطلعوا على تقارير افضل من غيرك بس لا. اذا بدكش تطلع عليها طلع على منظمات مستقله لانه تقارير الحكومه زي ما انت تفضلت دائما فيها انحياز دائما بتحاول تغطي على مشاكلها منشان ما تفضحش حالها قدام العالم وفي برضه اهداف حزبيه احنا عارفين الحزب اللي بحكم الحكومه ما بده يطلع ب بفضيحه تاذي فدائما بقول للناس اطلعوا على التقارير العالميه ما تغركم الرانكس هاي الرانكس اكثر شيء يمكن مدفوع في بحسه لانه بتطلع على ارقام دول من دون ذكر اسماء محطوطه على 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 اعلى دول اعلى من حقوق الانسان واحنا بنشوف بعيننا اللي عم بصير في هاي الدول سمعوا قصه وفاه جويس إتشاكوان هذه المرأة من أصول من السكان الأصليين التي توفيت في المستشفى وعانت من العنصرية في لحظات حياتها الأخيرة توجهوا الآن عائلتها تتوجه والسكان الأصليين يتوجهون للأمم المتحدة لإنصافهم لأنهم لم يحصلوا على الإنصاف خلال النظام الكندي سواء الكيبيكي أو الفيدرالي والآن يتوجهون للأمم المتحدة تصور كما تفضل كما كان سؤال هل كندا التي تعرف بأنها دولة حقوق الإنسان أن سكان كندا يتوجهون إلى الأمم المتحدة لإنصافهم يعني هذا الخبر هو بحد ذاته جواب أكيد طبعا كما قيل كانت هذه المدارس اللي لننهي الحلقة أنه هذه المدارس كانت to kill the Indian in the child لقتل ذلك الهندي في من داخل الطفل أي لإزالته علينا جميعا أن نفهم تاريخ كندا لأننا نعيش في كندا مشاكل السكان الأصليين الصعوبات اللي لاحقتهم نحن نقيم على أرضهم وعشنا تقريبا معظمنا في دولنا العربية عشنا نفس الهموم من قبل المستعمرين ونعرف تماما ما حدث معنا وما زلنا نعيش في بعض الدول طبعا صعب جدا أن تصبح غريبا في وطنك الأم ويصادر حقك بدي أشكر جميع من شاهدنا اليوم جميع من عمل شير ولايك للصفحة وحتى عمل كومنت بدي أشكر الدكتور نور والدكتور هشام والأستاذ حسن على الانبوتس المهم جدا في هذا الموضوع موضوع جدا حساس سنكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة موضوع السكان الأصليين في موضوع آخر تابعونا ونراكم على خير النصيحة الأخرانية إذا شفت اللايك عليكم شير تشيروا والسبسكرايب تعملوا وتدوسوا على الجرس عشان يجيكم النوتيفيكيشن إن شاء الله تصبحوا على خير شكرا جزيلا للجميع وتصبحون على خير.